هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريديمشن 2 زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح اوريكم اماكن ثلاث قبعات نادرة في لعبة ريد ديد ريديمشن 2. القبعة الاولى راح تكون قبعة الرومانيين الاسطورية النادرة جدا اللي ما حد عنده اياها الا انا وانت والشخص المعين اللي ما اعرفه. القبعة الثانية راح تكون قبعة القبطان الأهبل اللي ما يعرف الطريق، اللي خش في الجزيرة ودمر هذه الجزيرة ودمر السفينة أيضا. القبعة الثالثة راح تكون قبعة كابوي نادرة جدا مميزة عن الكل. وأيضا راح أقول لكم على مكان جدا رهيب راح نحصل فيه له غنمة معاها ذهب. فيلا نخش في المقطع. اول قبعة راح نجيبها راح تكون قبعة الرومانيين الحديدية اللي زي اللهب. راح تكون هنا مدينة الفالنتاين، والمكان حقنا راح يكون هنا تقريبا على حرف الام زي ما تشوفون في الجيم بلاي. لما توصل للمنطقة راح تحصلها ثلج. اذا جيت معاك ملابسك واذا ما جيت معاك ملابسك ابوي دقيقتين وحنا ماشيين. راح تمشي الين ما توصل للمنطقة اللي حددتها والمنطقة الحمراء، راح تحصل والله واحد روماني هنا خلاص غبر ما في غبار، ثلج عفن ومات وشبع موت، لكن قبعته باقية لحد الآن. كل اللي عليك انك تاخذها وبكذا يكون مبروك عليك اول قبعة رهيبة نادرة جدا ما في زيها الا واحد. طبعا الآن راح نجيب قبعة القبطان الغشيم اللي ما يعرف يسوق اللي شمع في جزيرة. طبعا مكان الجزيرة راح يكون هنا تقريبا بعيد شوية من الفالنتاين، هنا مدينة الفالنتاين، والجزيرة اللي خش فيها الغشيم راح تكون هنا تقريبا. طبعا لما توصل للجزيرة راح تلاحظ ان والله السفينة حالتها حالة ومقلوبة، والقبطان تحلل مدري صار له اختفى. المهم عشان توصل لي القبعة راح تخش وسط السفينة، ووسط السفينة في آخرها راح تحصل القبعة حق القبطان النكبة اللي ما يعرف يسوق راح تحصلها. صراحة إن هي شكلها فخم جدا، لكن راعيها غشيم، لكن ما علينا، حنا أهم شيء ناخذ القبعة الرهيبة هذه وكذا يكون مبروك عليك القبعة الثانية. بالنسبة للقبعة الثالثة، قبعة الكابوية المميزة الأسطورية راح تكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي. لما توصل راح يكون شكله بهذا الشكل. أطلع إلين ما توصل للشلال، وسط هذا الشلال راح يكون في قبعة هذا الشخص المعين اللي صراحة بالنسبة لي أفضل قبعة ممكن تلبسها وجدا جدا فخمة. بالنسبة للغنمة الرهيبة اللي معاها ذهب او ربطة عنق ذهبية تنباع بمبلغ جيد راح تكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي. على طول راح تحصلونها، راح يكون لونها اسود ومعاها ربطة عنق ذهبية رهيبة جدا. اترككم مع المقطع وشوفوا كيف صدتها واخذت ربطة العنق على طول. يا ابويا اي شيء بلاش، وذهب كيف تبغاه نسيبه؟ الحقوا عليها صيدوها صيدة. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام يا أحلى ناس، حط لايك للديكت.